حسيت هلا ركبها obviously وقفت 100 مرة لأنه I had to attend to كيان بس ركبتها هلا كباسينات so I can also do the chair اللي عنده 3 هايت بعرف بيقولوا لازم بهذا العمر يقعد بباسينات بس أنه بحس it would frustrate him so much لأنه ما فيه يشوف شي لبرا وكيان بحب يتفرج So I'm gonna debate إذا بترك هلا الباسينات ولا دغري ببدل بحط الكرسي So let's see بس مش معقول شو حلوة It's so like convenient for me because في كتير محل من تحت So بهديك الشغلة اللي عندي إياها It's so practical for on the go بس إذا لازم أروح مثلا a few hours to the mall to do something ما بقدر بهديك لأنه ما فيها storage space بهيدي I can definitely do it and yeah كتير بترج هيدي ستولر سوبر سوبر ستيردي وحياة الله جايز ما عم بترج شو فوق ايدي بايد واحدة يعني لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.